كما قلنا في المداخلات اللي كانت في هذه الندوة الصحفية، بالنسبة الأساسي بالنسبة للملف حفصة بوطاهر الضحية اللي تعرضت لاعتداءات جنسية من طرف زميل ديالها في العمل وفي مكان العمل المتهم عمر راضي، كانت الجلسة بالأمس. مع الأسف الملف كيتأخر من الآن لرابع مرة دون أسباب معقولة. تمطيط ديال الملف بهذا الشكل كيخلينا حنا كدفاع الضحية اللي حقوقها في الدفاع كتمس الآن بهذا التأخير، كنسألوا علاش هاد التأخيرات. طبعا اللي يمكننا نستنتجو هو أن استراتيجيات المتهم في دفاعه عن نفسه بتنسيق مع دفاعه هو تمطيط، علاش؟ باش يتستغل الملف إعلاميا أكثر منه ما يروج أمام المحكمة وما يروج أمام القضاء، اللي هو القضاء له الكلمة الفصل في هذه الاتهامات الموجهة من طرف قاضي التحقيق المتهم عمر الراضي. اعتبرنا كدفاع بأننا جاهزون في مناقشة الملف لا في دفوعه الشكلية طبقا المادة 323 من قانون المسطرة الجنائية، ولا فيما يخص المتابعة المصدرة في حقه من طرف قاضي التحقيق، ولكن مع الأسف كنشوفوا السلوكات ديال الدفاع. طبعا الأصل هو أن الملفات خصها يتم البت فيها في أجال معقولة، والملفات الجنحية والجنائية أساسا كيتم فيها البت بواحد الشكل اللي هو أسرع، لأنها كتمس بحرية ديال المتهمين خاصة ملي كتكون الاعتقال الاحتياطي. ولكن ما نراه في هذا الملف وما نعاينه هو العكس، الدفاع والمتهم يؤخر الملف لعدة مرات فقط لاستغلال هذا التأخير، ومع الأسف ما كيمارسوش حتى الأخلاق فما يقولونه بأن التأخير المحكمة اللي كتأخر الملفات لأن الضحية ما كتحضر، وهذا غير صحيح. الضحية من حقها ما تحضرش لأنه عندها دفاع كينوب عليها، ومن حضر دفاعه كهو يمكن الاستغناء فقط إذا رفعت المحكمة ضرورة حضور الضحية للاستماع لها في إطار المواجهة مع المتهم أو لا في إطار الإدلاء بتصريحاتها. غير ذلك الضحية غير ملزمة بالحضور، بالعكس المتهم خصو يكون حاضر الدفاع دياله ويتم المناقشة ديال الملف. وكنتمناو أن هاد الناس تراجع على هادشي، لأنه إلا كان المتهم ما كيحترمش المحاكمة العادلة ليه هو والدفاع ديالو، نحن نطالب باحترامها بالنسبة للضحية الموكلة ديالنا حفصة بوطاهر. أستاذ نعم. بخصوص ملف ديال احنا كجمعية طبعا اللي خدت على عاتقها الدفاع عن الضحايا حمايتهم والتكفل بهم، توصلنا طبعا بطلب من الممثلة المغربية نجاة خير الله، توجدنا برسالة ديال اننا نتبناو ملفها في اطار شكاية راها رفعها بالرباط ضد ممثل زميل ديالها واللي تعرضت الاعتداءات كذلك. طبعا احنا غادي نتبناو هذا الملف، فقط انا بغيت نوصل هذه المساله لمن يهمهم الامر، لانه كاين اللي كيعتبر بانه نحن نتبنى فقط هذه الملفات اللي عندها واحد المتابعه اعلاميه اللي كتهم الراي العام، ولكن اقول باننا نتبنى مجموعه ديال الملفات اليوم فيها مواطنين عاديين، فيها مواطنات عاديه، فيها نجاة خير الله ممثله، وفيها اي ضحيه يمكن تلجا للجمعيه غادي تحظى بنفس التعامل. شكرا.